معكم في هذه الظهيرة من ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد. ديربي إسبانيا بين الريال وأتلتيكو مدريد. جماهير غفيرة خاصة من عشاق الريال الذين جاءوا يحتفون بعناصر فريقهم الفايز بنتيجة عريضة تاريخية ثقيلة على اليوفي في دور الأبطال بالنتيجة والأداء أمام أتلتيكو مدريد. جاءوا أيضا لكي يشهدوا تقليص الفارق بين الثاني والثالث. اليوم هو 4 قد يصبح 3 إذا تفوق اليوم ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد، وسيكون هو الفوز لزين الدين زيدان على ديغو سيميوني والأتلتيكو. ريال بتغييرات على مستوى التشكيلة في غياب كل من كازيميرو مودريتش، وكذلك بنزيما يلعب على الجهة اليمنى بلباسه الأبيض المعتاد بكيلور نافاس في حراسة المرمى. وانطلق من هنالك من جاريث بيل، راح انطلق ما زال دخل جاريث بيل، ضربها رونالدو في القائمة الثانية، كرته لم تكن متوس 3-0. كارفاخال البحث عن كريستيانو رونالدو تلف بالنسبة لمباراة ديربي أمام مباراة عادية، وتغطية رائعة من هنالك على الميدان على الصعيد الأوروبي والعالمي. توني كروس في ترفيه المخالفة بعيدة في القائمة الثانية، سهلة الكبير بالنسبة للريال، كرة خطيرة توني كروس ومارسيلو ودي أسنسيو، الدفاع من هنالك بالرأس مرة ثانية لوكاس فاسكيز، جودين بتنفيذ الركنية، سافيت مراقب رونالدو، الكرة رائعة، رونالدو في القائمة الثانية كاد يفعلها ويفتح مجال التسجيل. رأسية أولى هل كانت من جاريث بيل، الثانية ببطن رونالدو كاد يفتح مجال التسجيل. هاي اللعبة لم يكن هناك وضعية تسلل تماما في هذه الكرة، الحكم المساعد لم يرفع الراية. لأتلتيكو مدريد قال بأن الريال جول، الحكم يقول لا، ضربة لم تكن متعمدة وليس هناك ضربة جزاء، كان قريب جدا من اللقطة. خبير ريسترادا فرنانديز وقال ترجع الكرة مرة ثانية للأتلتيكو، وانطلق على الجهة اليمنى فيتولو، والعودة الموفقة من قبل كوفاسيتش خلى الكرة، الحكم احتسب خطأ. فخال كارفاخال يرفع الكرة في القائمة الثانية، وبيل إيغويز وانطلق من أنطوان غريزمان، وتوني كروس في الخطأ هنا من أمام أنطوان غريزمان. نعم يقول له، نعم البطاقة الصفراء استحق. كيف توني كروس يقول نعم أنا أخطأت والبطاقة الصفراء استحقها، وبعدين لاعبين آخرين رايحين للحكم يحتجون. ثلاثة كوكي يبحث من هنالك عن ديغو كوستا، راموس مع كوفاسيتش، كوفاسيتش رونالدو، الكرة بجاريث بيل، رونالدو لا هو اللي نشط اللقطة، استلمها وسلمها، راوغ باليمنى وسدد باليسرى، كاد يباغت الحارس سول. هيلة الكرة هذه وهيلة من يان أوبلاك الحارس السلوفيني لفريق عن طريق جودينو، يا سانسيو وبعيدة عليها، يطلبها ديجو خوان فران، مازال التمريرة خطيرة يا مارسيلو بيني يا رونالدو، مارسيلو دخل، مارسيلو الخطورة، لوكاس فاسكيز أو كارفاخال، كارفاخال وكوفاسيت. أتلتيكو غالق بشكل رائع جدا اللعب على لاعبي فريق ريال مدريد، خلالهم الأطراف أوكي لأنه مش ممكن يغلق كل شيء، يخلي لهم الأطراف ولكن من العمق صعب المهمة. على كروس في تنفيذ هذه المخالفة يرفعها، رائع جاريث بيل، جول ما زالت الخطورة، رونالدو، رونالدو يوي جاريث بيل يقطع الكرة للعبة رونالدو بالرأس ومرت بعيدة تماما، راحت فرصة ثانية للريال، مرة ثانية يرجع لساول نيغيز، كرة خطيرة نيكا دوغا ديغو كوستا كاد يخدع الريال، ديغو كوستا بمكره كاد يهز الشباك، لعبة رائعة، 3 تمريرات كانت كافية لعناصر أتلتيكو. جاهل الرفيق كوفاسيتش التوزيع، أوه واحدة فيتواصل السيرة ونيجيز، أولا لا كوكاس فاسكيز أسينسيو وجاريث بيل، سولي وصل على ديغو كوستا وكارفاخال، ما زال جاريث او لا 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 في مكان مثل هذا تفرق. صمود للاتلتيكو، يا له من رتم للريال ومن صمود للاتلتيكو. رونالدو يلعب بينيه مع لوكاس فاسكيز، ترجع له استلمها بالراس رونالدو،
في اليمنى مارسيلو با 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 ومرة ثانية العارضة ويانو بلاك ينقذان الأتليتيكو. مارسيلو بروعة باليمنى، كرة ضربت في العارضة الأفقية بوم حطها له في الزاوية رائعة جدا. فخال لوكاس فاسكيز لبا كارفاخال رجعت له كارفاخال المتذبذبة طبعا لذلك زلت لسان بالراس والتدخل من هنالك والتوزيع باليسرى هايلة رائعة بالراس ولوكاس فاسكيز رونالدو لكن لما تدخل وتوزع اليمين يا رونالدو بنزيما غريت بيل انطلق يبحث عن راس رونالدو غريت بيل رونالدو جول يا سلام عليك يا كريستيانو يا رونالدو جول الله 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 عليك يا رونالدو مرة أولى في وضعية قلب هجوم استلمها على الطائر وسجل جول هكذا هو الإبداع يا رونالدو هكذا هي اللعبة المتميزة بين الثنائي جاريت بيل ورونالدو هكذا هو التوزيعات وبناء الهجمات وهكذا هي الأهداف وإلا فلا مسيو جول مستر جول يسجل هدف آخر الهدف الثالث والعشرين لرونالدو مع الريال يا سلام بوم حطها لك في الزاوية اليمنى يا بلاك جاريت يواصل جاريت بيل لعبة رائعة جدا مرة ثانية من جاريت بيل في وقت وين يا جاريت بيل انطلق مرة ثانية رونالدو يرجع مرة ثانية أسينسيو بارتن ديجو مرة ثانية ساول نيغاز يلعب بينية من هنالك لجريزمان يا جول فعلها جريزمان وعدل النتيجة جول الله 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 عليك يا جريزمان هدف الثامن عشر هذا الموسم أمام الريال تعديل النتيجة في الدقيقة الثالثة عشر من عمر المباراة اليوم يلعب مباراة رقم 200 مع أتلتيكو مدريد سجل هدف الثامن عشر سجل هدف السادس ضد ريال مدريد في المواجهات التي الثلاثة التي لعبها يا سلام هدف التعديل لعبة رائعة بارتي في الاستلام بارتي في التمرير غريزمان في التمرير اليمنى من هنالك فيتولو بابا با خطيرة وجول من الإثارة أثمرت هدفان واحد عن طريق رونالدو والآخر عن طريق غريزمان روح بابا 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 با جول غريزمان آخر كرة خطيرة كارفاخال وجارد بيل لم يغلق بالشكل اللي عناصر فريق ريال مدريد هاو بنزيما يدخل الآن في هذه اللحظات ويخلي ويخرج رونالدو هل بطلب منه هل يشعر بشيء ما تعب أم إصابة يبدو التوافق بين زيدان ورونالدو أنه يخرج في هذه أو دخل لوكاس كارفاخال طلبها لوكاس فاسكيز في القائمة الثانية لجاريت بيل سيتحررون هل سيتعقدون هل سينقصهم قائد لنرى جاريت بيل والعودة الموافقة من كوكي يلعب بدور مباراة كبيرة هو وبارتي رجع لجاريت بيل مارسيلو استلمها كرة جول مارسيلو استلمها مارسيلو داخل منطقة عمليات مارسيلو كرة ومنتخبات عندهم الثقافة الكروية وعندهم التقاليد الكروية ساول ديجو متسلل ساول نيغاز بإصراع السحرية كاد يسجل جول ثاني لأتلتيكو مدريد ويفعلها المراوغة وتوزيع جاريت بيل وكيوا جاريت بيل جاريت بيل التوزيع رائع ولا واحد في القائمة الثانية اخوان فران ترجع لمارسيلو والخطورة مازال يا سلام بوم حطها لك في الزاوية اليمنى يا بلاك جاريت يواصل جاريت بيل لعبة رائعة جدا مرة ثانية من جاريت بيل في وقت وين يا جاريت بيل انطلق مرة ثانية رونالدو يرجع مرة ثانية أسينسيو بارتن ديجو مرة ثانية ساول نيغاز هذه لعبة بينية من هنالك لجريزمان جول فعلها جريزمان وعدل النتيجة جول
هدف الثامن عشر هذا الموسم أمام الريال، تعديل النتيجة في الدقيقة 13 من عمر المباراة. اليوم لعب مباراة رقم 200 مع أتلتيكو مدريد، سجل هدف الثامن عشر، سجل هدف السادس ضد ريال مدريد في